الرحم، عشان هو ده الصح في رمضان، عشان يكون ذكرى نتكلم فيها بعد كده، عشان الناس كلها تتلم وتعرف بعضها، مش عشان خاطر السوشيال ميديا والتصوير وان احنا نتباهى بحاجة زي كده قدام الناس. في ناس تقول لك طب انا داخله شهر رمضان وانا ما عنديش القدره، ما فيش العزيمه، اصل انا جاري او اخويا عنده عزيمه ويعني حاجه فظيعه ما شاء الله، بيقيم تقريبا نص الليل وبيصلي تراويح مش عارف فين، وقبل رمضان كمان بيحضر نفسه في رجب وشعبان، انا ما فيش كل ده، انا يا دوبك بالكاد بقدر اصلي الفروض اللي عليا، بالكاد باخد ركعتين تراويح، بالكاد لو قمت الليل بركعه. ارضى وما تبصش للناس اللي عندهم همة وعزيمة عالية قوي، دول ربنا سبحانه وتعالى بيديهم القدرة على ده، وكمان ربنا مديك انت كمان القدرة على ده، يمكن تكون القدرة بتاعتك انت محدودة شوية، لكن ما تيأسش وما تزعلش، بالعكس افرح بحاجة زي كده اهو واشتغل عليها كمان، وما تزعلش ابدا من اللي انت شايفه حواليك اذا كان هو زايد في الطاعة شوية، علشان زي ما قلت دي حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى مش بإيد أي حد، انت بس بتجتهد وبتستعين بربنا سبحانه وتعالى. الدعاء في رمضان، الدعاء ده ليه مفعول السحر والله العظيم، وعن تجربه وعن تجارب كتير وتجربه شخصيه. لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى، لما بندعي بخشوع ويقين وتقوى، كمان ما بنستعجلش الاستجابه من رب العالمين علينا، ربنا بيستجيب. ما بيعديش رمضان اللي بعديه إلا بإذن الرحمن بيستجيب كل دعوة. بس في حاجة، أنت بتدعي وبتعمل زي اللي أنت بتدعي بيه بالظبط، بمعنى بقول يا رب استرني، طب هيسترك إزاي وأنت ما بتسترش اللي حواليك وأنت نفسك فاضح نفسك بنفسك؟ أنت بتدعي وبتعمل كده في حياتك ومع اللي حواليك، لأن الدين معاملة. يا رب اشفيني وخلي صحتي كويسة، طيب انا علشان خاطر ربنا يشفيني ويديني الصحه الكويسه وكل الكلام ده، انا لازم اشتغل على ده، ما ينفعش ان انا طول الوقت عمال باكل وبترس من بعد الفطار لغايه السحور او في الايام العاديه، بالعكس انا بعمل نظام وباخد من رمضان ده وقفه مع نفسي في نظام غذائي، ازود فاكهتي ازود خضاري علشان خاطر نفسي وصحتي، عشان اقدر اقيم العبادات كلها، صلاه وزكاه وقرايه قران و حاجات كتيرة قوي قوي طول الشهر الكريم ده. بقول يا رب وسع رزقي وأنا قاعد مكاني زي ما أنا. طب ربنا هيوسع رزقي إزاي وأنا ما بسعيش وأنا ما بشتغلش وأنا قاعد وبقول ما أصل الرزق بإيد ربنا، أصل ربنا هيجيب الرزق. ما هو ربنا هيجيب الرزق لما أنت تسعى على ده، لكن مش هيجيب الرزق أبدا وأنت قاعد في البيت محلك سر. بقول يا رب يصل لي أموري مع فلان، يا رب اهديني مع فلان. الو، في معانا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير استاذه غاده الاعلاميه الجميله. حضرتك بصحه وسلامه يا فندم، اهلا وسهلا. ورمضان كريم عليكي وعلى اسره البرنامج وعلى اسرتك يا فندم. الله اكرم، الله اكرم يا فندم. حضرتك رمضان هو شهر الرحمه يا فندم، فالمفروض ان احنا كمسلمين او كمصريين ان احنا نعلي من شان الرحمه في هذا الشهر الكريم، ونحض بعضنا بعض على الرحمه والتراحم والتكافل، وبرضه ما ننساش الفقراء والمساكين من حقيقي. الصدقات بتاعتنا ده بقول الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الرحمن، فلازم يبقى في رحمه، في تكافل، في رحمه، لو في مشاحنات في بغضاء ما بين بعضنا ننسى ونتراحم وننسى رب، ناخد من صفه ربنا الرحمن نحن نبقى رحمون احنا كمان عشان ربنا بعد كده يرحمنا. ده حقيقي، ده حقيقي، لان شهر رمضان هو الكرم والرحمه والمغفره من رب العالمين، والتسامح، والتسامح ان احنا نتسامح مع نفسنا ونقدر نتسامح مع اللي حوالينا. اتفضل. طبعا يا فندم، ونعلي من قيمه التسامح والرحمه في هذا الشهر الكريم، ومتشكر جدا حضرتك ان حضرتك اديتني فرصه في المداخله البسيطه دي يا فندم. شرفتنا. شكرا لاسره البرنامج. شرفتنا، وكل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم عليك يا رب وعلى الامه الاسلاميه كلها. وهو ما فيش احسن واجمل من التسامح فعلا. على فكرة ان لما تسامح اللي قدامك مش معنى كده انك بتسيب حقك خالص، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك سامح واعف واغفر انت واصفح وسيب حقك انا هجيبه لك. انا لما بسامح بصفي بس نيتي وبجددها وبخلي نفسي مع ربنا سبحانه وتعالى، وبقول يا رب
انا مسامح، انت عليك بقى انك تجيب لي حقي. هتشوف تدابير وعجائب ربنا سبحانه وتعالى في انه ازاي بيجيب لك حقك ده حقيقي. بس انت سامح واخلص النية وجدد النية على انت تسامح كل حد واي حد، حتى لو حد اذاك.